السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أخوكم محمود جمال، وأهلا بكم في فيديو جديد ومحاضرة جديدة من كورس التحليل الفني وجيمي تريد. يلا بينا نبدأ على بركة الله. في فيديو النهاردة أو محاضرة النهاردة هنتكلم عن مؤشر بسيط وسهل، استكمالا طبعا لسلسلة المؤشرات اللي احنا اتكلمنا عنها. احنا بنتكلم عن أهم المؤشرات اللي ممكن تفيدك في مجال التداول بشكل عام. بحاول بقدر الإمكان إن أنا أشرح لك المؤشر أو أي حاجة بشرحها في التحليل الفني، سواء على العملات الرقمية أو على الفوركس بشكل أساسي. الناس كمان اللي بتشتغل أوبشن، يعني في كومنتات لقيت الناس اللي بتطلب مني إن أنا أهتم شوية بالأوبشن، ممكن نفيدهم شوية في موضوع الزجزاج، لأن الحقيقة معظم المحتويات اللي أنا شفتها على مؤشر الزجزاج كانت ناس شغالة أوبشن، وللأسف يعني كل الناس اللي بتشرح مؤشر الزجزاج مش فاهمة إيه اللي ورا مؤشر الزجزاج، ولا فاهمة التحليل الفني اللي ورا مؤشر الزجزاج. يعني كل المحتويات أو معظم المحتويات اللي أنا شفتها للأسف الشديد بتتكلم عن مؤشر الزجزاج على انه مؤشر طالع نازل، لو شفت الخط ده عامل كده فاعمل زيه، لو شفت الخط ده نازل لتحت فانزل معاه، لكن ما شفتش اي سبب علمي الحقيقة عند معظم المحتويات اللي موجودة للأسف على اليوتيوب. النهاردة هنتكلم عن مؤشر الزجزاج بشكل فني وبشكل تحليلي زي ما تعودنا في التحليل الفني بتاعنا، علشان انت تكون فاهم كمحلل مؤشر الزجزاج ده بيشتغل ازاي. المؤشر ده بسيط وسهل جدا، لكن ممكن تستفاد منه بشكل جبار في تحليلك الفني. ده اللي احنا هنتعلمه مع بعض النهاردة ان شاء الله. خليني مبدئيا اقول لك ان مؤشر الزجزاج احنا ممكن نستخدمه او نستفاد بيه في الدعم والمقاومة، ممكن نستفاد بيه ان هو تقدر من خلاله ترسم خط الترند بتاعك بشكل دقيق اكتر، ممكن نطلع بيه النماذج الفنية بتاعتنا. يعني مؤشر الزجزاج برغم بساطته الا انه ممكن تستخدمه كمحلل، وركز جدا على كلمة كمحلل، ان انت ممكن تستخدمه في حاجات تبسط وتسهل عليك الامور بشكل كبير. طيب خلينا بقى نجيب مؤشر الزجزاج مع بعض ونحطه على الشرط بتاعنا، لكن خليني الاول مبدئيا اقول لك مؤشر الزجزاج طبعا زي ما انت عارف مؤشر تذبذبي، يعني الف ب تداول، ان السعر ما بيمشيش في خط مستقيم، السعر بيعمل قمه ثم قاع ثم قمه ثم قاع، في السعر ماشي بشكل تذبذبي. مؤشر الزجزاج بيساعدك ان هو يرسم لك القمم والقيعان دي. طيب لحد دلوقتي انت ما عرفتش ازاي هتستفاد من اللي انا قلته لك في انك تستخدمه كدعم ومقاومه ورسم للنماذج الفنيه بتاعتك، وازاي يساعدك في رسم خط الترند بتاعك. خلينا الاول اشيل حتى الموفينج افريج دول علشان ننظف الشرط بتاعنا خالص ونجيب الزجزاج بتاعنا. الزجزاج انت ممكن تستخدم الزجزاج العادي، يعني لو انت عملت سيرش كده هتلاقي الزجزاج ده العادي، لكن انا عايزك لو انت بتستخدم تريدنج فيو، وده الحقيقه البرنامج يعني العظيم اللي انا بستخدمه في التحليل بتاعي زجزاج، انا عايزك تستخدم زجزاج بلس بلس، وهقول لك ليه حالا دلوقتي. زجزاج بلس بلس لو انت واخد بالك، يعني في العادي خليني اجيب لك الزجزاج العادي، في الزجزاج العادي ما بيبقاش فيه اللاينز دي، يعني ما بيبقاش فيه الليبلز دي، الزجزاج العادي بيبقى بالشكل اللي انت شايفه ده وبيبقى كله لون واحد. لكن لو انت جيت معايا ركزت هنا في الزجزاج، يعني من الحاجات المحترمه جدا على تريدنج فيو الحقيقه ان هو بيديك اوبشن ان انت تبرمج يعني مؤشر خاص بيك. يعني لو جيت ركزت معايا هنا في الانديكيتورز هتلاقي في حاجه اسمها ماي سكريبت، ممكن تعمل كرييت يور فيرست سكريبت. لو انت راجل فاهم في البرمجه شويه ممكن تعمل سكريبت خاص بيك، او تاخد يعني مؤشر تعدل عليه براحتك، تضيف عليه حاجه، تشيل منه حاجه براحتك. فده اوبشن من الاوبشنز الحقيقه العظيمه جدا. في ناس عبقريه الحقيقه في التحليل وفي البرمجه بيعدلوا على المؤشرات وبيضيفوا عليها حاجات بتسهل علينا في شغلنا كتير. فزجزاج بلس بلس هيضيف لك ايه هنا؟ خليني ارجع المؤشر بقى لطبيعته، خلينا نضيف الليبلز دي. الحقيقه يعني هي حاجه بسيطه، لكن ممكن انت كمبتدئ انا شفت انها ممكن تسهل عليك ان انت تستخدم مؤشر الزجزاج بشكل افضل واحسن. لو جيت ركزت معايا هنا مؤشر الزجزاج بيعمل قمه ثم قاع ثم قمه ثم قاع زي ما انت شايف. الميزه هنا زي ما انت شايف كده بيجيب لك حاجه هنا، بص اتش ال يعني هاير لو، يعني بيقول لك ان القاعده اعلى منه هاير لو. طيب لو جيت ركزت هنا في القمه دي لور هاي، يعني القمه دي اقل لور اقل من القمه دي، اذا القمه دي
هاير هاي يعني قمة أعلى من القمة دي، ف اتش اتش يعني هاير هاي، لو أو ال اتش يعني لور هاي، نفس الحكاية طبعا في القيعان هاير لو ولور لو. فدي حاجات يعني لو أنت مبتدئ عينيك ممكن شوية ما تجيبش إن القاع ده ممكن يكون اعلى من ده، فالحاجات دي هو بيطلعها لك بشكل اوتوماتيك. طبعا اللون الاخضر ده معناه ان في صعود، واللون الاحمر ده معناه ان في هبوط. طيب تعالى بقى نتكلم اكتر كمحللين في اللي احنا جايين نتكلم عشانه. خليني مثلا اقول لك رقم واحد، ازاي تستخدم الزجزاج كدعم ومقاومه. يعني على سبيل المثال دلوقتي الزجزاج رسم لي قاع زي ما انت شايفه. طيب ايه رايك لو جبنا مثلا منطقه دعم زي ما انت شايف اهي، خلينا حتى نشيل كل الكلام التاني ده بقى خلاص. طيب تعالى نستخدم منطقة دعم زي ما انت شايف، انت ما تعبتش نفسك في حاجة، انت لقيت الزجزاج رسم لك القاع زي ما انت شايف اهو، فخلاص دي بالنسبة لك منطقة دعم. طيب تعالى نرسم مثلا منطقة مقاومة، يعني لو جبنا منطقة مقاومة بالشكل ده ادي القمة بتاعتك اهي، فممكن نرسم هنا منطقة مقاومة. فانت ممكن تكون عارف ان القمة دي او هنا الصعود ده طبعا هيترسم لك خط زجزاج هنا، المفروض حضرتك ان انت شايف ان دي منطقة مقاومة، فمتوقع ان السعر يرتد من عندها يجي لحد منطقة القاع اللي انت شايفها دي اللي هي بتمثل لي دلوقتي منطقة دعم. طيب لو كسرها فحضرتك عارف، لو كسرها واحنا اتعلمنا مع بعض بقى الفرق بين الكسر والاختراق، ولما يتكسر منطقة المقاومة بتاعتك ايه اللي هيحصل للسعر؟ طبعا هيروح يجيب المنطقة اللي بعدها. فين المنطقة اللي بعدها؟ اهي عند القمة اللي انت شايفها دي، لو جبناها نزلنا بقى تحت كده، فبالتالي خلاص حضرتك رسمت مناطق الدعم والمقاومة بتاعتك بأسلوب بسيط وسلس ومفيش أي مشكلة خالص. الزجزاج رسم لك القمة ورسم لك القاع، رسمت أنت حضرتك مناطق الدعم والمقاومة بتاعتك. طيب خليني أمسح مناطق الدعم والمقاومة اللي احنا عملناها، احنا فهمنا خلاص الكلام ده. نستخدم مثلا الزجزاج في رسم الترند، يعني لو حضرتك شايف أدي قمة، ثم شايف انت حتى بيقول لك lower high يعني القمة دي اقل من القمة اللي قبلها، ثم lower high القمة دي كمان اقل من القمتين اللي قبلهم، وبالتالي حضرتك يعني خلاص بقى اتعلمنا واحترفنا رسم الترند في المحاضرات اللي فاتت. لو جيت مسكت الترند بتاعك كده انا عندك خلاص، ناس ردت عليا ده ترند هابط. طيب لو جينا شفنا هنا مثلا هتلاقي هنا ده سايد واي. طيب لو جيت هنا شفت هنا، لو رسمنا خط ترند تاني هتلاقي هنا ال 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 القيعان دي، القاع ده اعلى من القاع اللي قبله، اعلى من القاع اللي قبله، وهكذا هترسم هنا ترند صاعد وهكذا. فالموضوع بالنسبة لك برضو بقيت بترسم خط ترند بشكل دقيق جدا. الميزة هنا في الزجزاج ان انت عندك خلاص بقى القمم والقيعان بتاعتك مرسومة جاهزة، فحضرتك مش بتتعب نفسك في حاجة. يبقى اتعلمنا مع بعض ازاي الزجزاج بالنسبة لك كمحلل بيوفر عليك شغل كتير جدا في الدعم والمقاومة، في رسم الترند بتاعك، في النماذج الفنية كمان. يعني حضرتك مثلا لو ركزت معايا، احنا دلوقتي لو حبينا نطلع نموذج فني مثلا، طبعا خلاص احنا عملنا محاضرة او يمكن محاضرتين كمان اتكلمنا فيهم عن النماذج الفنية واهمية النماذج الفنية في شغلك وفي تحليلك. لو جبنا مثلا مثال، ممكن تستخدم الزجزاج ان انت تطلع رأس وكتفين خلاص، حتى يعني الرأس والكتفين اتعلمنا مع بعض. لو جينا حتى نفكر الناس، الرأس والكتفين ادي الكتف الايسر، خلينا نفكر الناس، ثم الرأس، ثم الكتف الايمن. طبعا قلنا عند رسم العنق فعند الكسر بالنسبة لك السعر هيكسر وهيطلع المسافة اللي انا رسمها قدامك دي، فبالتالي انت عندك هنا الرسمة دي ممكن بالزجزاج تكون مرسومة بشكل جاهز، ما عندكش فيها اي مشكلة خالص، ويكون الموضوع بسيط وسهل عليك. يبقى انت استخدمت الدعم والمقاومة، الزجزاج في الدعم والمقاومة، استخدمته في خط الترند، واستخدمته ان انت تطلع النماذج الفنية. طبعا مش هيقتصر بس على الرأس والكتفين، ممكن تطلع بيه مثلثات، ممكن تطلع بيه مثلث وليه اللي قلنا عليه السرية او السرية بتاعته، يبقى انت بتطلع نموذج فلاج محترم جدا يحصل بيه انفجارات سعرية خصوصا على العملات الرقمية. وبمناسبة العملات الرقمية خلينا حتى ناخد الكلام ده نطبق بيه على العملات الرقمية، لكن كمان الزجزاج ممكن تستخدمه في الديفرجنس، ممكن تستخدمه في موجات اليوت. يعني حتى لو جبنا موجات
اليوت، لكن انا الحقيقه بشوف ان موجات اليوت يعني بترسم نفسها بنفسها. لكن من باب المعلومه لحضرتك، انت مثلا في موجات اليوت لو جيت هنا، موجات اليوت بتترسم بالشكل ده. يعني انا في اليوت باخد بالشكل ده كده 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 كده، هتلاقي موجات اليوت بتعمل نفس شكل الزجزاج. فبيقول لك ان انت ممكن تستخدم برضو الزجزاج في موجات اليوت، لكن انا الحقيقه ما يعني بشوف ان موجات اليوت مش محتاجه ان انت تستخدم معاها الزجزاج، لانها بترسم نفسها بنفسها، فما فيش داعي. لكن برضو من باب العلم بالشيء معلومه ليك، انا بطلع لك كل الامكانيات اللي انت ممكن تستخدمها بمؤشر بسيط زي مؤشر الزجزاج كمحلل فني. للاسف زي ما قلت لك في البدايه، الناس بتستخدم الزجزاج على انه مؤشر كده وخلاص، يلا في خط طالع ننزل بقى مع الخط النازل. ده مش كلام علمي للاسف. فانت دلوقتي بتتعلم كمحلل ازاي توظف شغلك وتوظف المؤشرات دي في شغلك اللي انت طبعا فاهمه بشكل محترم، وبقيت ان شاء الله محترف فيه بعد المحاضرات اللي احنا قدمناها، وان شاء الله كنا موفقين فيها. والكومنتات بتاعت الناس الحقيقة يعني بتقول ان الحمد لله الناس بقت فاهمة بشكل كبير. طيب ايه تاني كنت جاي اوضحه لك النهارده؟ طبعا زي ما اتعودنا احنا ممكن ناخد الشغل ده نروح نعمله على العملات الرقمية. لو جينا مثلا عملة زي البي ان بي، خلينا مثلا على البي ان بي، خلينا نشيل حتى الموفينج افريج، خلينا نجيب زجزاج. الزجزاج زي ما انت شايف عندي الزجزاج بتاعي هنا برضو نفس الفكرة. حضرتك ممكن ترسم مناطق الدعم والمقاومة بتاعتك، خلاص قمم وقيعان قمم وقيعان. في عندك طبعا ممكن ترسم خطوط الترند، ممكن زي ما قلنا نطلع نماذج فنية قوية جدا. يمكن حتى عندنا رأس وكتفين هنا اهو، وفي عندنا نماذج تانية في الصعود هنا ممكن تطلع مثلثات كتير جدا. يعني الزجزاج مؤشر بسيط وسهل، لكن بالنسبة لك كمحلل مؤشر محترم وعظيم جدا، يفيدك ويسهل عليك شغل ويساعدك ان انت تطلع شغل محترم في وقت اسرع، لانه بيريح عينيك. وبمساعدة كمان في مبرمجين محترمين الحقيقة على تريدنج فيو بيعدلوا على المؤشرات، بيضيف لك حاجات ممكن تكون بسيطة لكن بالنسبة لك انت كمبتدئ هتوفر عليك. انا شفت ان يعني التعديل البسيط اللي حاصل على الزجزاج، انا مش عارف اسم المبرمج ده الحقيقة اللي عمله، لكن التعديل اللي هو عمله حاجة محترمة جدا بالنسبة للناس المبتدئين. انا شفت انها حاجة ممكن تساعدك ان هو يرسم لك ويعرفك ان الهاي ده او القمة دي اقل من القمة اللي قبلها، والقاع ده اعلى او اقل من القاع اللي قبله. فبالتالي حضرتك ممكن ترسم او الجملة دي او الاشارات اللي هو حاططها لك دي ممكن بالنسبة لك تساعدك ان انت ترسم خط الترند بتاعك سواء كان صعود او كان هبوط. دي كانت اهم الحاجات اللي انت ممكن تستفاد بيها كمحلل على مؤشر الزجزاج. الفيديو ده طبعا او المحاضره دي مفيده بالنسبه لك كمحلل، ومفيده للناس كمان اللي بتشتغل اوبشن اللي هي مش فاهمه الحقيقه للاسف، يعني او معظمهم مش فاهم تحليل فني، هم بيعتمدوا على استراتيجيات. في ناس انا شفت كتير يعني بيدمجوا بين الزجزاج والدي ماركر، لكن ما شفتش الحقيقه ولا واحد فيهم بيتكلم عن الزجزاج كتحليل علمي او كتحليل فني لمؤشر الزجزاج. هم بياخدوا الموضوع بالشكل للاسف الشديد، لكن برضو من باب يعني مساعده الناس اللي بتشتغل، لان يعني في حد من زمايلكم كتب لي في الكومنتات اهتم شويه بالناس بتاعت الاوبشن. ده كان محاضره او فيديو سريع عن اهميه مؤشر الزجزاج، ازاي توظف في شغلك وتستفاد منه بشكل مبسط وسهل وسريع. اتمنى تكون المعلومات اللي انت شفتها في المحاضرة دي وصلت ومفهومة. لو في حاجة مش واضحة معاك ممكن تسيب لي في الكومنتات تحت، وانا هرد عليك ان شاء الله في اقرب وقت. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد ومحاضرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.